السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي كل من يتابع برنامج التربية الوجدانية مدخلا لبناء الإرادة والوجدان. من منا أو منكم لا يريد أن تكون لديه ملكة التواصل الفعال؟ من منا لا يرغب في أن يمتلك آليات ومهارات التواصل الفعال؟ من منا لا يرغب أن تكون لغة العيون بالنسبة له قمة مهارات التواصل الفعال؟ من منا لا يرغب أن تكون نظراته وعينه مؤشر لمشاعره وأحاسيسه عندما يخاطب الآخرين؟ من منا أحبائي لا يريد أن يعرفه المحيطين به كما هو عليه وليس كما يتصنع أو كما يريد؟ أيها الأحبة الكرام، هل هناك علاقة بين الذكاء العاطفي ومهارات الاتصال الشخصي الفعال؟ نعم. هل هناك علاقة بين تواصلي مع حضراتكم الآن وبين قدرة حضراتكم على الاستجابة الجميلة والوعي الجميل بما أقوله؟ نعم. ما النصائح التي يمكن أن نقدمها لتحقيق تواصل شخصي فعال؟ أيها الأحبة الكرام، التواصل بالعين أمر مهم، ولغة العيون من أنبل وأسمى ما يمكن في التواصل، وهذه أو تلك اللغة هي التي يسمونها اختزالا واختصارا للغة الجسد. الاتصال الفعال يرتبط أيضا بطبيعة الوقفة أيها الأحبة الكرام، أن تقف منتصب، أن تقف وأنت قادر على أن توجه خطابك للآخرين، إذا كنت في صف، إذا كنت في روضة، إذا كنت طبيب أو مهندس، إذا كنت رئيس أو وزير أو إعلامي، أن تقف وقفة حقيقية تعبر عن المظهر وعن الشكل اللائق بما تريد أن توصل به من رسائل. أيها الأحبة الكرام، استخدام وضعية جديدة، أي أن تقف منتصبا وتتحرك حركة طبيعية وسهلة. استخدام إشارات طبيعية، بأن تكون مستريح وطبيعي عندما تعبر عما تتحدث إليه. اخترت لكم هذه الطبيعة وهذا المكان في هذا البرنامج بالذات، ولم أختر العمل المكتبي. سهل جدا إن أنا أقعد على مكتب، سهل جدا إن أنا أجلس في مكان ورايا مكتبة، سهل جدا إن أنا أجلس في بيئة شبيهة بالاستوديو الطبيعي. وطالما جلست لمئات الحلقات داخل التلفاز أسجل أو أعرض على الهواء برامج كثيرة، ولكن لم أشعر براحة إلا في ما أقدمه من لقاءات خارجية وتقارير تحمل تلك الطبيعة الخلابة التي تنظرون إليها. أيها الأحبة الكرام، اللبس المناسب والمظهر المناسب والظهور بمظهر مناسب للبيئة التي أنت فيها أمر مهم. أيها الأحبة، الصوت والنبرة الصوتية التي تستعمل بها صوتك تعبيرا بكفاءة عن الفرح وعن السعادة وعن السرور أو عن الحزن أو عن الألم أحياناً أمر مهم. استخدام فعال للغة وللوقفات، لغة مناسبة ملائمة واضحة لكل موقف أيها الأحبة الكرام له لغة المناسبة. مشاركة فعالة من طرف المتلقي، كأن أحترم ما تكتبونه، أحترم ما أستمع منكم، وكأني اللحظة التي أخاطبكم فيها الآن أسمع لحواركم الداخلي، مدى قبولكم لما أطرح، مدى انسجامك مع ما يقال، هذا أمر مهم. استخدام فعال للدعابة في وقتها، فإذا ما أردنا أن نبتسم نبتسم سويا، وإذا ما كان هناك موقف يدعو إلى الضحك، قبل أمس كنت أسجل هنا واستدعيت حال الأمة وحال المجتمع وإهدارنا لمواردنا ولوقتنا ولغيره، فضحكت من كل قلبي وختمت الحلقة وأنا أضحك، وقلت سأضع الحلقة كما هي حتى تعرفوا ما السر وراء هذه الضحكة، إنما هو أحيانا الشعور بالألم، أو أحيانا نضحك على حالنا وعلى ما وصلنا إليه. أيها الأحبة الكرام، عليك أن تكن كما أنت، كن كما أنت، وأن نبتعد عن الافتعال، وأن نكون صادقين مع نفسنا وبشكل طبيعي. هذه الوقفات وهذه الملامح التي أعرضها معكم مع غياب هذا اليوم واستقبال ليلة جديدة أيها الأحبة الكرام، أدعوكم إلى أن نمتلك تلك المهارات وأن نسعى إليها في حب التقينا
وعلى الحب التقينا أيها الأحبة الكرام، ودائما ألتقي بكم على خير. أستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته.